الساعه 12:30 هلا، وشربت مي الصبح، وهلا رح اخذ اول كوب من الشاي اللي حضرته امبارح. الساعة 1:30 هلا رح اخذ اول وجبة الي. فكنت بدي اعمل بيض، بس عندي ليفت اوفرز من امبارح، فرح سخنهم واكل منهم. واليوم العشاء رح يكون خفيف شوربة، فهلا رايحين على كوسكو. امبارح رحنا بس كانت مسكرة، فاليوم رح نرجع نروح. الدنيا عم بتشتي برا كتير نازلة، فحشتري خضرة من هونيك، ورح يكون سمبل سوب، شوربة بسيطة يعني. فخلينا نسخن الأكلات ونروح. شوفوا هالشعر، هذه الشجرة مخوفة، عطل بتوقع أغصان كبيرة. الأهم شيء إني أكلت، وأكلت كتير منيح. لما بروح على كوسكو وبكون جعانة بنخرب الميزانية كلها، فجهزت حالي مظبوط هالمرة وعملت بلانينج اني اكون شبعانة لما اروح لهوني مشان ما يصير جرايم. anyway خلينا نروح. وصلنا الطريق اللي بتاخد معنا بالعادة 25 دقيقة، اخذت معنا ساعة. كتير في عجقة على الطريق، بس الهواء كتير كتير قوي، صارت السيارة تروح وتجي، عشان هيك كانوا عم بيسوقوا السيارات على مهلهم. anyway خلينا نفوت، مبين في عجقة كتير، كله من اللي هي اللي بدها تجي لهون. واو هبا كتير قوي.
هلأ على النار هذه الطنجرة، بحط زيت زيتون. هلأ رح نضيف البصل، هلأ كوسة واحدة، هلأ تقلص البصلة رح نضيف فوقها كوسة. اوكي هلأ رح نستخدم طماطم من جزرات ليلي، كتير بتحبهم. فجزرة واحدة يعني حجم عادي. هلأ كمان منضيفها فوق الخضار. اوكي هلأ رح نحط هليون. فلفل. حبة بطاطا مقشرة ومغسولة. هلا كمان بنقطع مربعات صغيرة. كمان منضيفهم فوق الخضار الثاني. اوكي هلا بدي اقشر ثوم. بحط بس حصين من الثوم. خفض النار عليها، اتركهم بس دقيقة ونص، وبعدين رح احط فوق مي. اذا عندكم مرقة عظام بتعطيها نكهة حلوة، بس اذا ما عندكم فيكم تستخدموا مثل المي. انا رح احط فلفل اسود. فلفل اسود، بابريكا حلوة، وتشيلي فليكس. هلا نغطيهم واتركهم حتى يستووا. اوكي هلا بدي احط عصير حامض. العشاء خلينا ندوقهم لهول الجاك فروت. أول مرة بدوقهم أنا. طعمتهم شوي هيك ريحتهم مثل الأناناس، بس ما في طعم كتير قوي، ملون حلوين كتير. اوكي حلوين.
تأخر كتير الوقت وأنا نسيان إنه في عندي فلوج لازم أعمل له editing. هلأ الساعة 11 تقريبا، تاني كوب من الشاي اللي حضرته ما بشربه تقريبا 3 مرات بالأسبوع بس. صح نزلكم الفلوج اليوم، عندي ليلة طويلة كمان، بس هحاول نملي شي كم ساعة لأنه لازم فيه على الساعة 4 اليوم. شكرا لمتابعتكم، بشوفكم بكرة بفلوج جديد. باي باي.